ما تنساش تشترك في الجيفاوي على القناة، كل حلقة هعمل سحب على $5 على حسب المشتركين في المسابقة، وشروط الاشتراك بسيطة جدا، انك تشوف الفيديو بالكامل وتعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وتسيب كومنت تجاوب فيه سؤال الحلقة اللي هتشوفه خلال الحلقة، وبعد اختيار الفايز هحول لك على طول $5 على حسابك في بنك باير، شرحته بالتفصيل وازاي هتسحب فلوسك منه. فرصة سهلة انك تحقق دخل اونلاين. قنوات يوتيوب كتير جدا بتشتغل وتقدم محتوى مختلف بتقنيات الذكاء الاصطناعي وبدون ما يظهر اي حد فيها، ولو رجعت الحلقات الخاصة بالطرق الربحية من الذكاء الاصطناعي هتلاقي فيديوهات كتير استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل المحتوى صوت وصورة، ووضحت أكتر من مرة إنك تقدر تعمل نوعية محتوى بالذكاء الاصطناعي وهيتقبل على اليوتيوب ويكون مصدر دخل ليك من اليوتيوب، وفي حلقات عملت فيها أفلام كاملة من الذكاء الاصطناعي هتلاقيها موجودة على القناة. ركز معايا في الخطوات في الحلقة دي، هتعرف طريقة للربح من اليوتيوب وهتشتغل بدون أي خبرة أو مهارات في أي حاجة، يعني لو متعرفش أي حاجة من الشغل أونلاين عادي جدا تتعلم الخطوات اللي في الحلقة دي وتنفذها، مش هتحتاج راس مال لأن الطريقة كلها مجانية 100% على الأقل في الأول، والمواقع اللي هعتمد عليها بتقدم شريحة مجانية، هتقدر تشتغل بشكل قانوني ومجاني، تقدر تشتغل من أي مكان وتسجل على المواقع بدون أي مشكلة لأن المواقع مدعومة، وكمان تقدر تشتغل بأي جهاز متاح معاك سواء كمبيوتر او لابتوب او تليفون، والمهم الاتصال بالانترنت، وكده انت جاهز علشان تنفذ الاستراتيجية الربحية. عايزك بعد ما تفهم الشرح والاستراتيجية بالكامل ترجع لقوائم التشغيل على القناة، هتلاقي قائمة تشغيل طرق ربحية جديدة، تشوف حلقات الافلام والفيديوهات اللي عملتها بالذكاء الاصطناعي في حلقات مفصلة ومفعلة الدخل بدون اي مشكلة، وعليها صوت اللي هو الفويس اوفر بالذكاء الاصطناعي بدون اي مشاكل علشان تشتغل وانت مطمن. اي مواقع وادوات هشرحها في الحلقة اللينكات بتاعتها هتبقى موجودة في الحلقة نفسها، ومفيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف. اي موقع مش هيفتح معاك او هتلاقي التسجيل مدفوع يبقى الموقع ده غير مدعوم في بلدك، وبالتالي هتحتاج في بي ان علشان تقدر تسجل وتشتغل على الموقع. اهلا وسهلا بيكم على قناة تكسب اونلاين، حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة، ونكمل بعد الفاصل. اتكلمت قبل كده عن اكتر من نيتش على اليوتيوب تقدر تعمل فيهم حلقات ومحتوى بدون اي تجهيزات استوديو ولا الظهور بنفسك، ده غير اني برضو عملت حلقة عن انشاء قناة يوتيوب اجنبية، يعني تظهر للمستخدمين في دول اجنبية وتتحاسب الـ RPM يكون على الأقل $20 وهكذا. قنوات كتير بتعتمد نفس الاستراتيجية وناجحة جدا، وكل ده بأدوات الذكاء الاصطناعي. هتعرف ازاي تعمل كده بالتفصيل؟ أول حاجة مطلوب منك تحدد النيتش اللي هتشتغل عليه، وعندك حاجات كتير بتكون في المقدمة زي فيديوهات التنمية البشرية، فيديوهات الاستثمار، فيديوهات العلاقات وهكذا، يعني في أكتر من نيتش وكمان ليهم حلقة مفصلة، وطبعا ده غير القنوات اللي بتعتمد على رابط الافلييت كمصدر دخل سواء بقى بالاعتماد على موقع كليك بانك او موقع وريور بلس. وكده خلصت الخطوة الاولى، يلا على الخطوة التانية. هتروح على اداة الذكاء الاصطناعي دي انفيديو اي اي، وهتلاقي اسم الموقع قدامك بالكامل انفيديو.io، وزي ما انت شايف هنا بيوضح انك تقدر تعمل بابليش لفيديوهات جاهزة بكليك واحد. الموقع بيضم حوالي 7 مليون مستخدم، والريت بتاعه عالي على تراست بايلوت لان فعلا الموقع اداء عالية الجودة في انشاء الفيديوهات الاحترافية باسهل طريقة ممكنة زي ما هتشوف في الشرح العملي. ومن خلال الموقع تقدر تدخل على اكتر من 8 مليون ستوك ميديا من مواقع مدفوعة زي موقع اي ستوك، موقع ستوري بلوكس، وموقع شاترستوك. لما تدخل للصفحة الرئيسية للموقع اضغط على ساين اب علشان تعمل حساب مجاني على الموقع، هتدخل الاسم والايميل والباسورد، او الاسهل انك تدخل من خلال حساب جوجل، ولو شغال من خلال في بي ان هتلاقي شكل الموقع مختلف، ودي الداشبورد للحساب، هتكتب هنا اي موضوع وهو هيشتغل عليه. ركز بقى في الخطوة دي علشان تلاقي افضل واهم مواضيع تشتغل عليها
قدامك طريقتين، ركز في الكلام ده مهم جدا. الطريقة الأولى إنك تشوف القنوات في نفس النيتش بتقدم إيه وتعمل زيهم، هتدخل على أي قناة من القنوات المستهدفة في نفس النيتش ومن قسم الفيديوهات استخدم فلتر بوبيولر علشان تجيب أهم الفيديوهات وتعرف إيه أهم المواضيع وتشتغل عليه. الطريقة التانية اللي تقدر تجيب منها أهم أفكار الفيديوهات إنك تروح على promoterkit.com واسم الموقع هيبقى موجود قدامك بالكامل. هنا تقدر تكتب كلمات مفتاحية وهو هيديك أفكار للمواضيع اللي انت عايز تعمل فيها الفيديوهات، ولما تظهر النتائج قدامك تقدر تختار المواضيع الأسهل في المنافسة حسب الترتيب اللي قدامك ده، وبرضو ده مهم جدا علشان تقدر تظهر في البداية حتى لو ما عندكش أي مشتركين في القناة. اختار أي موضوع يظهر قدامك هتقدر تعمل عليه الفيديو، وطبعا ده بمساعدة موقع انفيديو. وبمجرد ما تختار الموضوع هتروح على الخطوة الثالثة، هترجع على موقع انفيديو AI، تقدر هنا تكتب اي برومبت خاص بيك وتحاول يكون واضح علشان تاخد نتيجة كويسة، او من هنا تقدر تختار نوع الفيديو اللي عايز تعمله، وهختار يوتيوب اكسبلينر، وهختار مدة الفيديو وهخليه حوالي 4 دقايق، وهحط هنا الموضوع اللي عايز اعمل حلقة عنه، ولو عايز تحط شوية تفاصيل يتكلم عنها الفيديو او حاجات تستبعدها ما يتكلمش عنها هتوضح ده هنا في الجزء ده، وتقدر تحط موسيقى في الخلفية واختار صوت الفويس اوفر والاكسنت كمان، وفي مربع ووتر مارك ممكن تحط اسم القناة بتاعتك على اليوتيوب، وللصور ممكن تعتمد على اي ستوك واضغط كونتينيو، وبعد كده اضغط على جنريت فيديو. وبعد لحظات الاداة هتسألك عن بعض المعلومات، اول حاجة انك تحدد نوع الجمهور اللي بيشوفك والاحساس الخاص بالفويس اوفر، وطبعا المنصة المستهدفة هي اليوتيوب، اضغط على كونتينيو وهيبدأ يشتغل على الفيديو بتاعك، هيكتب سكريبت ويجيب الصور والموسيقى ويعمل فويس اوفر ويجمع ده كله مع بعض، وهياخد حوالي من نص ساعة لاربعين دقيقة علشان يعمل الفيديو الواحد، وبيبقى بعد كده جاهز. وطبعا حضرتك مش بتتدخل في اي حاجة، ممكن نشغل الفيديو تشوف. How some people make millions when the market crashes? Well, the financial market, much like life, is filled with uncertainties. Prices rise and fall, trends shift and change, and the once booming market can suddenly take a nosedive. But contrary to popular belief, a falling market isn't bad news for everyone. Quite the opposite, in fact. Imagine a seesaw. When one end goes down, the other goes up. The market operates on a similar principle. When prices plummet, opportunities to profit rise. It's a game of balance, and those who understand this. زي ما شفت كده عمل سكريبت رائع والفويس اوفر احترافي جدا، وكمان الموسيقى في الخلفية مناسبة جدا للصوت والمحتوى، ولو لفيت في الفيديو هتلاحظ انه بيستخدم ادوات بريميوم من موقع ايستوك مش الحاجات المجانية وخلاص، وكمان هتلاقيه ضاف النص بتاع السكريبت على الفيديو. وما تشغلش بالك بخصوص العلامة المائية لانك هتقدر تشيلها وانت بتعمل اكسبورت للفيديو. دلوقتي لو عايز اعدل على الفيديو ده لاي سبب هتقدر تعمل ده بثلاث طرق. اول طريقة انك عايز تغير شكل الفيديو بالكامل ويعمل لك فيديو جديد، في الحالة دي اضغط على ريجينريت، تقدر تغير في المعلومات دي لو عايز، واضغط على كونتينيو. يلا بينا نشوف مين الكسبان الحلقة اللي فاتت. هاخد لينك الحلقة كوبي، روح على الموقع ده وحط هنا لينك الحلقة، حط الفلتر، جرب ده، جيت كومنتس، 98 كومنت، اضغط ستارت. الإجابة هي دولة الفاتيكان، إجابة مظبوطة. صاحب اي دي القناة دي هو الكسبان الحلقة اللي فاتت. هستأذنك هتلاقي التعليق بتاعك الحلقة اللي فاتت على طول، هتروح لها هتلاقي التعليق بتاعك تعليق مثبت، هتحط لي فيه رقم حساب باير علشان احول لك الفلوس بتاعتك. هيعمل فيديو جديد بناء على المدخلات الجديدة اللي انت عدلتها. يلا نشوف الفيديو الجديد. Imagine a skydiver free falling, hurtling towards the ground at breakneck speed. That's what a market crash feels like. It's a feeling of controlled chaos, a whirlwind of numbers and figures, plummeting values and vanishing wealth. The fear is palpable, the panic contagious. It's like standing on the edge of a precipice, watching as the world you thought you knew crumbles beneath your feet. فيديو جميل والصوت رائع.
طيب فايضا لو ما عجبكش الفيديو ده وشايف ان الفيديو الاولاني احسن منه، احب اقولك ان الفيديو الاول مضاعش ولسه موجود، لان رقم واحد ده الفيديو الاول، لو ضغطت عليه هيجيب لك الفيديو الاول. الطريقة التانية انك تعمل ايديت بنفسك، اضغط على ايديت وهيديك اتنين اوبشن، تعمل ايديت ميديا او تعمل ايديت سكريبت. اضغط ايديت ميديا وهيظهر قدامك كل الميديا اللي استخدمها علشان يعمل الفيديو. تقدر تبدل اي مقطع فيديو من المقاطع الجاهزة اللي هو استخدمها، تقدر تبدل ده بمقطع من جهازك من ابلود، او تجيب من ستوك ميديا وهيظهر معاك فيديوهات كتير جدا. واضغط على اي فيديو يعجبك ويعمل ريبليس وهو هيبدله على طول. وبعد ما تخلص اضغط على ابلاي وهيبدأ الموقع يعدل الفيديو على حسب المقاطع اللي انت عملت لها ريبليس، ولما تعمل بلاي هتلاقيه غير المشهد وجاب بداله اللي حضرتك اخترته. ولو عايز تعمل تعديل في السكريبت نفسه تقدر تضغط edit script وهتشوف السكريبت قدامك بالكامل، وتقدر تغير فيه اي حاجة انت عايزها وحتى السكريبت كله لو عايز. وتقدر من علامة الزائد دي تضيف اجزاء تانية من عندك. وبعد ما تخلص كل التعديلات اضغط على apply changes وهيبدأ انفيديو AI ينفذ التعديلات اللي حضرتك عملتها على الفيديو. الطريقة التالتة والاخيرة للتعديل، تقدر في المربع ده تكتب ايه التغيير اللي عايز تعمله، سواء بقى عايز تغير الفويس اوفر او عايز تعزف خلفية مشهد معين او عايز تعلي صوت الموسيقى في الخلفية. وبعد ما تخلص كل التعديلات اللي انت عايزها وخلاص الفيديو تمام بالنسبة لك، تقدر تعمل اكسبورت للفيديو. وخد بالك انت في الاول هتضطر تعمل اكسبورت بشروط معينة لانك شغال بالشريحة المجانية، يعني جودة الفيديو اخرها 1080، مش هتقدر تعمل فيديوهات 4K. ولو في مقاطع عليها علامة مائية ستوك ميديا هتفضل موجودة، او طبعا تقدر تشيلها من الفيديو بادوات ذكاء اصطناعي تانية شرحتها قبل كده. وكمان علامة انفيديو هتبقى موجودة، تقدر تشتغل بالشريحة المجانية في الاول لحد ما فيديوهاتك تبدأ تتشاف وتقدر تستغلها في عمل فيديوهات اجنبية سواء لمواقع الخدمات او فيديوهات على اليوتيوب زي ما شفت كده احترافية جدا. لو اشتغلت بالطريقة دي على اليوتيوب هتلاقي ان متوسط ارباح القنوات بيوصل ل $3000 شهريا على الاقل من المحتوى ده، لان ببساطة ده محتوى اجنبي ومعدل الدفع فيه بيكون عالي. وحتى لو شغال على مواقع الخدمات هتقدر تحقق منه دخل كويس جدا، لانك هتقدر تعمل فيديو مدته دقيقة واحدة بالشكل ده وسعره مش هيقل عن $20 واعلى من كده للمدة الاعلى. انت مش تعمل اي حاجة بنفسك وانت شفت الطريقة بالتفصيل. اتمنى تحاول ومش تخسر اي حاجة. اتمنى التوفيق للجميع. دمتم بخير واشوفكم الحلقة الجاية.